جه دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق الاسماعيلي تاهل لربع نهائي بطوله كاس مصر بعد الفوز على سموحه بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعتهم على استاد الاسماعيليه في اطار منافسات دور 16. فريق طلائع الجيش تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام ضمن منافسات دور 16 للبطولة، وبكده بيلتقي طلائع الجيش مع الإسماعيلي في الدور الثمانية بكأس مصر. فريق زد اف سي تأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا بالنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور 16 لبطولة كأس مصر، وبكده بيتأهل الفريق لربع النهائي وبيواجه مودرن سبورت اللي تأهل على حساب انبي. فريق بيراميدز ايضا تأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الدور الثمانية من عمر البطولة. الفوج الأول الرسمي من البعثة البارالمبية غادر لباريس للمشاركة في دورة الألعاب اللي هتقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 من سبتمبر، ويضم الفوج 9 منتخبات. مسابقات سباق السيارات موتور ويك ومنافسات الفنون القتالية هتنطلق ضمن الفعاليات الرياضية الأسبوع السابع في مهرجان العالمين الجديدة 2024. مهرجان العالمين الجديدة هيستضيف بطولة كرة السلة 3x3 أو 3x3، وهتشهد ملاعب سلام جام مواجهات قوية بين أقوى الفرق من العاصمة والمحافظات المجاورة، وهتتلعب المباريات الحماسية يوم 23 و24 أغسطس.